صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنه 2021 بتعيين مدراء في وزاره التربيه والتعليم جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره التربيه والتعليم كل من الدكتور علي سلمان محسن زهير مديرا لاداره العمليات التعليميه المنطقه واحد. السيد عبد الكريم إبراهيم أحمد بصبيعة مديراً لإدارة العمليات التعليمية المنطقة اثنان. السيدة فاطمة شاهين جاسم البعينين مديراً لإدارة العمليات التعليمية المنطقة ثلاثة. السيد إبراهيم علي عبد الرحمن البرشيد مديراً لإدارة العمليات التعليمية المنطقة أربعة. السيدة لولو وغسان المهنا مديراً لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.